وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من موسكو دكتور آصف ملحم، مدير مركز GSM للأبحاث والدراسات وخبير الشؤون الروسية. مرحبا بك معنا. يعني زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مدينة روستوف على نهر دون، وهي المدينة التي أصبحت مقر العمليات العسكرية الروسية في الحرب على أوكرانيا. ما المقصود بهذه الزيارة في هذا التوقيت تحديدا، وهي المرة الأولى منذ تمرد فاغنر؟ عندنا مشكلة. هل تسمعني دكتور آصف؟ صباح الخير لكم وللسادة المشاهدين. سيدتي، أعتقد أن زيارة الرئيس بوتين لمدينة روستوف ويعني هي زيارة قيادية يعني لإطلاعنا على القوات وعلى وضع سير المعارك هناك. يعني والرئيس الدولة من الطبيعي ان يقوم بهذه الزيارات الدوريه والاطمئنان على عمل القوات والاستماع الى سير المعارك هناك. اعتقد ان هذه الزياره طبيعيه ولا تحمل اي رسائل، يعني طبعا هي تحمل رساله الى الداخل الروسي بالتاكيد على ان الرئيس بوتين يتابع المعارك هناك وليس اكثر من ذلك. قالت روسيا إن طائرة مسيرة أوكرانية قصفت محطة سكة حديد في منطقة كورسك، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص. ما دلالة ذلك، وكيف تقيم الأداء الروسي في الحرب الروسية الأوكرانية حتى هذه اللحظة؟ سيدتي، يعني أصبحت الطائرات المسيرة حقيقة مشكلة كبيرة بالنسبة لروسيا. يعني يوميا تقريبا يعني تعرض روسيا إلى العديد من الهجوم بالمسيرات. فيما يتعلق تحديدا بمحطة القطارات في مدينة كورسك، يعني الطائرة سقطت على سقف البناء وأحدثت حريقا هناك، والزجاج المتطاير من النوافذ بسبب الانفجار أحدث بعض يعني الجروح عند المواطنين وليس أكثر. لم تشكل أضرارا يعني كبيرة جدا، والموضوع تم معالجته. اليوم حدث أيضا يعني منذ الصباح يعني هجوم بالمسيرات أيضا على موسكو. المطارات الأربعة في محيط موسكو أغلقت، مطار فنوكوفا، مطار مدمديدفا، جوكوفسكي، شيريهيتفا، وهناك أكثر من 45 يعني رحلة كانت قادمة باتجاه موسكو غيرت باتجاهات أخرى، وهناك أيضا رحلتي شحن أيضا تم تغيير اتجاهها. يعني هذه الطائرات المسيرة حقيقة أصبحت تشكل يعني عنصر ألم إن صح التسمية بالنسبة لروسيا، لأن ضبطها صعب جدا، مراقبتها صعب جدا، اصطيادها صعب جدا، وتحقق في بعض الأحيان الاختراقات. المعركة أصبحت وكأنها معركة كسر عظم بين الطرفين، لذلك يعني تستمر أوكرانيا بإطلاق هذه الطائرات، وكما قلنا دائما هي سلاح ضعيف، ولكن بالرغم من أنها سلاح ضعيف وهي رخيصة تحدث حقيقة أثرا معين في هذه المعركة الدائرة بين الطرفين. نعم، وكيف تقيم الأداء الروسي في الحرب الروسية الأوكرانية حتى هذه اللحظة؟ سيدتي، فيما يتعلق بالعمل على الجبهة تحديدا، القوات الأوكرانية في الواقع لم تحقق أي اختراقات كبيرة جدا، وكل ما يقال سيدتي في الإعلام الأوكراني، نحن نتابع كل شيء، يعني لو راقبنا الإعلام الأوكراني وماذا يتحدث، يقولون دائما يعني كلمة تحرير تحرير، الجيش الأوكراني يحرر ويحرر. لو أن أوكرانيا كانت تحرر كل هذه المساحات فكان يجب ان يكون الجيش الاوكراني قبوصا الى الصين. يعني المشكله هناك مبالغه كبيره من الجانب الاوكراني، طبعا هذا امر طبيعي لرفع معنويات الشارع الاوكراني ورفع معنويات الناس هناك، ولكن بشكل عام كل المعارك التي تخوضها اوكرانيا على الجبهه تقوم بصدها، يعني وفي جميع المحاور يعني تقريبا تقوم بصدها روسيا باستمرار. وروسيا ايضا طورت هجومها بالمناسبه باتجاه محور ستافانوف كوبيانسك، يعني والان تكاد تحيط بالمدينه تقريبا. يعني الجيش الاوكراني يعاني معاناه كبيره، المدرعات الغربيه التي قدمت لاوكرانيا تم حرقها جميعا تقريبا، يعني دفع وانا قلت ذلك قبل تحدثت عن ذلك قبل هذه الحلقه، دفعت اوكرانيا باخر افواجها الاحتياطيه الى منطقه الى محور اريخف في قريه رابوتينا، وكل الانباء تؤكد على ان الجيش الاوكراني نعم في محيط القريه والقتال يدور، قتال عنيف يدور في محيط القريه، ولكن حتى الان لم يتمكن الجيش الاوكراني من دخول هذه القريه. الجيش الاوكراني نعم يحارب ويستمد في المحاربه، ولكنه لم يحقق نجاحات كبيره بحيث نسميها انتصارات. نعم، يعني قال نائب رئيس مجلس الامن الروسي ديمتري ميدفيديف ان هزيمه الغرب في اوكرانيا امر حتمي لا مفر منه. الى اي مدى سيصل التصعيد في الحرب الروسيه الاوكرانيه؟ سيدتي، يعني المعركة في أوكرانيا وكأنها أصبحت يعني معركة كسر إرادات أو كسر عظم،
يعني معركة ابتزاز واستنزاف واستفزاز ومقامرة في نفس الوقت. يعني أيهما سيخسر أولا؟ أنا أعتقد الذي سيخسر أولا هو من يفقد أعصابه أولا. أنا قبل ذلك على قناتكم المحترمة قلت أنه حان الوقت لاستخدام السلاح النووي في هذه المعركة، لأن روسيا لم تصبر طويلا على هذه اللكمات المستمرة وعلى هذا القصف المستمر لعنقها، للعنق الروسي طبعا. وقبل هذا الكلام باستنكار شديد من العديد من المعلقين والمراقبين وما شابه ذلك. ويعني بعد يومين تماما وزير الخارجيه، مع ان وزير الخارجيه معروف عنه بهدوء الاعصاب هنا وتصريحاته غير ناريه على الاطلاق، قال لقد حان وقت استخدام السلاح النووي، لانه يعني كما قلت على ما يبدو ان هذه المعركه لن تتوقف حتى يشعر الغرب بألم هذه الحرب، لأن من يحارب. وهل السلاح النووي بالفعل هو أمر مطروح أم هو فقط للدعاية والبروباغاندا؟ سيدتي يعني وأنا تحدث عن ذلك قبل هذه المرة، عند روسيا أسلحة أقوى من السلاح النووي، هي ليست بحاجة لاستخدام السلاح النووي يعني بشكل مباشر. القنبلة ألابوغا معروفة يعني هنا، وهي قادرة، ويعني وحتذكر في عام 2014 استخدمتها روسيا يعني في البحر الأسود ضد المدمرة الأمريكية دونالد كوك على ما أعتقد، ووقتها أصيب الطيارون بحالة نفسية مرعبة، واستقال العديد أصيب البحارة بحالة يعني نفسية سيئة جدا، واستقال بعضهم بعد هذه من العمل في الأسطول الأمريكي مباشرة. يعني عند روسيا القنبلة، ما تسمى القنبلة الكهربائية، وهذه القنبلة قادرة يعني في محيط واسع جدا يعني ايقاف جميع التقنيات والاجهزه واجهزه الاتصالات عن العمل، يعني ممكن استخدمها روسيا. السلاح النووي يعني هو كما قلنا دائما هو سلاح ردع، يعني قد تضطر، وانا على يقين مطلق ان من يقوم بالضربه النوويه الاولى يستقوم بها روسيا، لان روسيا لم تنتظر حتى تضرب اراضيها بالسلاح النووي. روسيا على سكانها قليل ولم تنتظر لحظه يعني يتخذ الغرب قرارا بقصف روسيا بالسلاح النووي، لذلك من سيقوم بالقصف في البدايه هو روسيا في الواقع. ولذلك اعتقد الغرب يعني قبل ان يتخذ اي قرار بضرب روسيا بالسلاح النووي ستكون روسيا قد قامت بالفعل المطلوب وانهت المعركه، لانه لا يوجد للاسف الشديد، يعني نحن نرجو ان لا يحدث ذلك بكل تاكيد، ولكن للاسف الشديد لا يوجد اي يعني طريق اخرى لانهاء هذه المعركه. الاطراف الغربيه مستمره بدعم اوكرانيا بالسلاح، تدعمها رويدا وكانها تحافظ على رتم المعركه، لا تريد، يعني الدول الغربيه يجب ان نشير نقطه هامه جدا، الدول الغربيه لا تريد لاوكرانيا ان تنتصر في هذه المعركه. ولماذا؟ والامر يكلفها مبالغ طائله ومساعدات. سيدتي هو لا يكلفها اي شيء على الاطلاق، حتى تكون الصوره، كل الاسلحه التي تقدمها الدول الغربيه لاوكرانيا هي اسلحه منسقه عندهم في المستودعات تقدم لاوكرانيا، واوكرانيا تدفع ثمنها بطريقه او باخرى، يعني الطائرات التي ستقدم سواء من هولندا او الدنمارك، يعني نحن راجعنا جميعا، الدنمارك وهولندا يريدون التخلص منها وتحديث اسطولهم من الطائرات بطائرات F-35 الاحدث من تلك، وبالتالي هناك مساعدات يعني ماديه ايضا، هناك مساعدات ماديه ايضا. سيدتي لو قمنا بدراسه منظومه الفساد الموجوده في اوكرانيا فانها منظومه مرعبه بكل ما تعنيه الكلمه من معنى، يعني المسؤولون الغربيون والمسؤولون الاوكرانيون متورطون في هذه المنظومات، ابن الرئيس بايدن شخصيا متورط عن طريق شركته ميتا بيوتا، وهي متهمه بشكل مباشر يعني بانشاء مخابر لصناعه الاسلحه الكيميائيه والبيولوجيه، وعندما هاجمت القوات الروسيه على باتجاه كييف قام الرئيس زيلينسكي باتلاف جميع اوراق هذه الشركه، يعني هذا كله، وليس فقط ابن الرئيس بايدن بل صهر جون كيري ايضا متورط، وهناك مسؤولون كبار في البنتاغون والبيت مقربون من البنتاغون والبيت الابيض بالاحرى متورطون، وبذلك يعني الجانب الغربي والمسؤول يعني النخبه الحاكمه الاوكرانيه او جزء من النخبه الحاكمه الاوكرانيه وجزء من النخبه الحاكمه الغربيه معنيون باستمرار هذا الصراع، لان اي خطوه للوراء تعني ببساطه الاعتراف بالنصر الروسي من جهه، وتعني تراجع شعبيتهم ومشروعهم، وتعني جرهم للمحاكمات، لان هؤلاء متورطون كما قلت بالعديد من صفقات الفساد في اوكرانيا، فلذلك هذا الدعم الذي يقال عنه دعم يعني هو في الواقع اشبه بغسيل الاموال بشكل او باخر. ويعني بما ان الغرب يدعم اوكرانيا بقوه وباستمرار، ترى متى يمكن ان تستنزف روسيا وربما تلجا الى حلول اخرى؟
سيدتي أنا أعتقد نعم، أنا أعتقد أن روسيا لن تصبر طويلا على هذا الاستفزاز المستمر، يعني وهناك والخيارات كثيرة أمامها. يعني نحن دائما يعني وأنا قلت تحدثت عن ذلك، قد تفتح جبهة بولونيا وهي قادرة على فعل ذلك عن طريق إجراء استفزاز ما عبر الحدود الليتوانية أو بولونية، أو يعني قد تضطر لاستخدام حقيقة السلاح النووي، لأنه لا يعني لا يعني المعركة نحن نعلم دائما أي معركة يعني تبدأ بالتصاعد وتصل إلى طور نسميه عادة طور التوازن، هذا الطور يصبح لا يستطيع أي طرف أن يحقق يعني أي خرق ضد الطرف الآخر، وبالتالي ما إما أن يتم توسيع فضاء الصراع أو تحويل الصراع باتجاه آخر يعني ومحاولة الضغط على الخصم للقبول ببعض الشروط السياسية المعينة. الغاية يعني موضوع الصراع بالأساس هو الأمن في أوروبا، وبالتالي ما على روسيا في هذه الحالة إلا أن إما أن تقوم بتحويل الصراع باتجاه ليتوانيا وبولونيا، أو تستخدم السلاح النووي أو كما قلت القنبلة المسمى بالقنبلة الكهربائية ألا بوغا. يعني هذا الأمر هذا الأمر مطروحان، لأنه لا يوجد في الواقع في الأفق أي حل. الأطراف الغربية لا تخسر شيء على الإطلاق، الذي يستهلك الذي يستنزف الذي يتراجع هو أوكرانيا، والأطراف الغربية يعني جالسة تتفرج على هذه المعركة. نعم، يعني نحن بصدد خيارات مختلفة، ولكن كيف يمكن أن تحل الأزمة الروسية الأوكرانية بتقديرك؟ سيدتي يعني تاريخ الصراعات وتاريخ الحروب يعني كله يؤكد على أن الأطراف جميعها الصراعات لا تحل إما بالمفاوضات، والمفاوضات ويعني والمفاوضات واللجوء إلى السلام والجنوح إلى السلام يحتاج إلى شجاعة أيضا، يعني لا ليس الجميع قادر على القول أنني أريد سلام وأريد مفاوضات، أو الاستمرار بالحرب حتى تترك هذه الحرب يعني مقبرة واسعة من القتلى، عندها ينهك تنهك الأطراف جميعا وتستهلك، وعندها يتم اللجوء المفاوضات. هذا هو تاريخ البشرية للأسف الشديد، لا يوجد يعني، فلذلك يعني لا أعتقد أنه من الأفضل يعني تقليل حجم الدماء، تقليل حجم الخسائر. يعني في النهاية لابد من جلوس المفاوضات، وكلما تم الاستعجال بالجلوس إلى طاولة المفاوضات كلما تم تقليل سفك الدماء في أوكرانيا. ويعني وحل هذا الصراع كما قلت يعني للأسف الشديد لا يوجد إلا هذان الخياران. الأطراف الغربية تدعم أوكرانيا لاستمرارية هذا الصراع بهدف استنزاف روسيا وإحداث ما يمكن نسميه يعني التفكك في النخبة الحاكمة الروسية، ولكن هذا الأمر لم يتحقق حتى الآن في روسيا. النخبة الحاكمة الروسية متماسكة إلى أبعد الحدود، وخير دليل على ذلك هو التبرز الذي قام فيه بريغوجين الذي كان بمثابة يعني في الحقيقة حقنة وحقنة مضادات حيوية سياسية لاختبار الساحة الداخلية الروسية. واضح تلك. أشكرك من موسكو دكتور آصف ملحم، مدير مركز GSM للأبحاث والدراسات وخبير الشؤون الروسية، أشكرك شكرا جزيلا.